مرة أخرى أعود إليك ماريا، كيف هي الصورة لديك؟ إذن ها نحن نشاهد هذه المشاهد بعد الاشتباكات التي حصلت. يبدو أن المظاهرات ما زالت مستمرة، عمليات كر وفر. قبل قليل شاهدنا السيارات المنقلبة، شاهدنا أعمدة الدخان. ماريا، إذا كنت تسمعينني تفضلي. يارا، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك، تفضلي. نعم يارا، في الحقيقة بدأت يعني أعمال شغب من بعض الأشخاص وليس من الجميع. كان هناك شخص يحاول تكسير واجهات، يعني موقف حافلة حاول تكسير الزجاج. والنقطة الخطيرة جدا يارا، كان هناك سيارة للشرطة دخلت هنا وركض، يعني حاول هناك مجموعة من الشباب تكسير هذه السيارة. في داخل السيارة شرطة فرنسية يارا، وهذا تطور خطير. يعني سوف تسير باتجاه، نعم هذا تطور خطير، لأن هذه السيارة سيارة شرطة ودخلت حيث كان هذا الرجل يحاول كسر زجاج موقف حافلة باص، وتم الاعتداء عليه بشكل قوي جدا حتى اضطرت هذه السيارة إلى المغادرة بشكل فوري. يبدو بأن الشرطة لا تحبذ مطلقا يارا الدخول إلى، وهي تكتفي بالوقوف عند مداخل ساحة الجمهورية، ساحة لا ريبوبليك في وسط العاصمة باريس. يعني يفترض أنه الآن فترة أعياد يعني ماريا، يعني يفترض أنه نعم يارا هناك احتقان كبير. يعني خلال تحدثي الآن مع أحد الجاليات الكردية جاء من مدينة مونبلييه من جنوب فرنسا، هذا الرجل سألته لماذا يعني أتيت اليوم، قال لي أنها وقفة لإظهار التضامن وأننا لن نسكت على ما جرى يوم أمس، وأنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تعي جيدا بأننا لن نسكت عما حدث يوم أمس. وتحدث لي عن ثلاثة قتلى الذين قتلوا يوم أمس والجرحى، يقول بأن لديهم أطفال وعائلات، وأن كما ذكرنا في نشرات سابقة يارا من بينهم سيدة ناشطة نسوية كانت تقاتل ضد داعش بحسب أقواله في سوريا، أي أنها ناشطة وجاءت هنا لطلب اللجوء وتوفيت. يعني الموقف يارا يتصاعد لأن الموعد المحدد لهذه التظاهرة أشرف على الانتهاء أو انتهى، ويبدو بأن الشرطة ستتدخل بين الحين أو الآخر من أجل تفريق هذه الجموع. وكما تعلمين يارا يعني الوسيلة الوحيدة هي يعني القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، والآن يبدو بأن هناك محاولات لتكسير نشاهدها عن بعد هنا حيث أقف. الشارع محتقن للغاية يارا، حتى أن يوم السبت بالعادة هذه المنطقة يكون فيها الوضع مختلف تماما، المحال التجارية مفتوحة، المقاهي، ولكن هذا السبت ليس كغيره، كل هذه المحلات مغلقة كما تشاهدين يارا، لا يوجد سوى الحشود من الجالية الكردية الذين جاءوا من أجل إظهار غضبهم واحتجاجهم عما جرى يوم أمس وعن طريق التعامل كما يقولون الحكومة الفرنسية مع هذه المسألة. هنا نسمع أيضا يارا تجدد الاشتباكات والأصوات، يعني هناك محاولات للشغب يارا، التكسير، ردود فعل قوية هنا من المتظاهرين تظهر بين الحين والآخر.